تعال نروح للمؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن ومعه محمود حسن تريزيجيه قبل مواجهه بوركينا فاسو ونرجع نكمل كلامنا. يعني الحمد لله انا المعسكر انا سعيد به ومطمن جدا وبالروح اللي موجوده من اللاعبين. كل اللعيبه عندها اصرار ان تفرح شعبها وتتفرح جمهورها، والحمد لله يعني الحاله البدنيه والفنيه بالنسبه في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه التجمع اللي احنا اتجمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدانا التمرين 29، وكان اخر لاعب جه كان محمد صلاح، فالحمد لله الامور ماشيه بشكل انا راضي عنه جدا وسعيد بان انا بتعامل مع مجموعه لعيبه على المستوى الفني والسلوك والخلقي والفني، سعيد بيهم جدا وان شاء الله يترجم للمعسكر والاصرار اللي موجود في من خلال وحدات التمرين اللي احنا اشتغلنا عليها ان شاء الله نسعد جمهور مصر كله ان شاء الله. يعني انا شايف زي ما قلت في البدايه يعني من احسن الفترات اللي انا شفت فيها سلوك لعيبه واصرار وفي روح وطنيه موجوده، اللعيبه عايزه تعمل حاجه لبلدها وجمهورها الاول ثم لنفسهم، بيشتغلوا بشكل احترافي جدا، وكل اللاعبين اللي داخل محترفين داخل مصر ومحترفين في الخارج على رأسهم طبعا محمد صلاح وتريزيجيه وكل المجموعه اللي جات ومصطفى محمد وحمدي فتحي وفي شريف، فانا شايف يمكن كان في تخيلات، كان في ناس بتحاول تزرع في عقول الناس في الجمهور المصري الجميل اللي بيحب بلده وبيحب لعيبته ان في ان في مشكله، ف يعني احنا يعني كان الطبيعي ان نجم كبير موجود مع نجوم زمايله، طبيعي ان في جهاز وطني بيحب بلده جدا وبيحترم لعيبته على رأسهم كل من يرفع رأس مصر من خلال منتخب او خارج مصر زي لعيبه المحترفين محمد صلاح وتريزيجيه والمجموعه كلها ومصطفى محمد، مش عايز اعيد تاني، ولكن كل التخيلات اللي كانت في الاذهان دي مش موجوده اصلا ومش في حساباتي، وما كنتش يعني خدت وقت مننا كتير او وقت من الشارع المصري وتعبنا ناس كتير، تعبنا الجمهور على حاجه مش مظبوطه. فاحنا انا بشتغل بشغل عملي لان بلدنا اكبر مننا كلنا وجمهورنا اهم مننا كلنا، فما كانش الامور دي كنت بعديها يعني، فلكن الواقع ان انا عندي يعني انا سعيد بالفتره اللي انا اشتغلت مع اللعيبه فعلا مصريين على يعني بكل المعاني، يعني محتاجين ان هم يعني التمرين بشفق عليهم كلهم عايزين يعملوا اي حاجه عشان خاطر يعني كانه ماتش، يعني في التمرين كانه ماتش. والقياده اللي موجوده ككابتن فرقه محمد صلاح يعني انا سعيد بيها جدا، عنده خبرات كبيره، اللعيبه بتحبه جدا، لامم اللعيبه مع طبعا اللعيبه الكبار تريزيجيه وشناوي ومحمد هاني وربيعه ورامي ربيعه، دول المجموعه الاكبر او الاقدم، فكلهم في حب واحترام، فعشان كده يعني انا طبعا سعيد بوجود محمد صلاح والمجموعه كلها، يعني طالما انت كلمت بصفه لكن انا بتكلم على اللعيبه عموما، كل اللعيبه وعلى راسهم محمد صلاح، راجل ملتزم جدا ومميز، وان شاء الله يبان في الملعب. وكابتن ابراهيم قلنا في المؤتمر، كابتن ابراهيم حسن في المؤتمر الاول ما اتجمعنا المؤتمر الصحفي، ان شاء الله تشوفوا محمد صلاح بشكل زي ما شفتوه وعارفينه خارج مصر وداخل مصر، بس هيبقى كمان عنده اصرار ان يعمل حاجه مع زمايله ان شاء الله. احنا الناس استعجلت تحليل الامور في ده ما جاش ليه وده تخليه، طب ده جه بعد كده ليه، احنا ناس جهاز منظم والحمد لله، جهاز وطني منظم وعندنا خبرات وعندنا كل حاجه تطمن الناس كلها، وماشيين بنظام مش بالصدفه. لما حطينا القائمه الكبيره اللي انتوا حضراتكم قبل كده في ناس انتقدت يعني ايه 50 و60 لعيب، احنا الغرض ان احنا ده الاختيار يعني الرؤيه العامه اللي احنا ممكن نختار معاها منها في من خلال المعسكر، وقد كان يعني
فكل اللعيبه اللي كانت موجوده الاختيار العام اختارنا بعد كده في الاخر. وزي ما انتم شفتوا احنا كنا متابعين كل الماتشات الدوري وشفنا اللي مين يستحق من اللعيبه اللي ممكن تضاف للعيبه اللي موجوده في المنتخب اساسيه. ودي رؤيتنا الفنيه بالنسبه لكن مش عايز كل ما حد مش موجود نقول مشكله مع حسام. يعني حتى خلوا فيه حتى المدربين الاجانب او المدربين المصريين لما بياخدش حد ما نقولش مثلا ايه فلان كان عنده مشكله. ما فيش مشاكل, انا احنا اكبر من كده يعني, احنا كبار مش على حضرتك انا بتكلم. بس كل ما الاقي كل واحد ايه مشكله مش فلان عمر مع ازاي, حتى ما ينفعش ما يصحش يعني, ولا حتى يعني كل اللاعب لاعب والمدرب مدرب وحتى بالخبرات والسن والبوزيشن يعني. فارجو ان احنا بلاش نخليها مشكله, لكن هي لان انا مفيش مجال للمشكله مع حد. فنفس القعده دي انتوا قعدتوها مع مدربين اجانب السؤال ما كانش بيطرح كده. ممكن حتى ما تقولوش خدت ده ليه وما خدتش ليه, ساعات ما بتقولوش. لكن كمان ما بتقولوش انت ما خدتش فلان عشان عندك مشكله, ان انا ما عنديش مشاكل زي ما وانا لخصت الموضوع ان يعني قعدوا عملوا زرعوا قنبله ان في مشكله محمد صلاح وحسام فلان وفلان. فهي نفس الكلام ده فرقعه وانا مش في دماغي خالص. لكن كل اللعيبه اللي موجوده الشحات او كل اللعيبه كلها متاحه, وزي ما حضراتكم شايفين وانا قلت القائمه الكبيره احنا بنضخ بيها في المعسكرات في الوقت المناسب. وزي ما حصل لو حصل اصابه حصل اي طارئ يعني بنستعين بكل لاعب احنا حاطينه في دماغنا. الشعب المصري او الجمهور المصري بصفه خاصه في الكوره مسمع كل حته في افريقيا وفي العالم ان استاد القاهره او اي استاد في مصر جماهيره مسانده كبيره جدا وروح كبيره جدا. هو ده اللي بينطبق وبينطبع على اللاعبين ان شاء الله. فمش مفاجاه ليا. تخيل انت في البطوله الدوليه الوديه اللي اتلعبت في العاصمه الاداريه وفي رمضان الملعب مليان يعني ومسافه كبيره. فانا كنت انا متوقع كل حاجه يعني ما شغلتنيش, لان انا عارف ان الشعب المصري بيحب قد ايه منتخب مصر بالتحديد يعني. والناس مستنيه فرحانه بلعبتها, فرحانه بكل النجوم اللي موجودين, لان ان هم ان شاء الله بعون الله يسعدوا الناس. وفي نفس الوقت انا عارف ان منتخب بوركينا من منتخبات مفيش فرقه منتخب ضعيف من المنتخبات اللي هي منافسه معانا. ولازم برضو احنا نحسبها المجموعه والتصفيات تصفيات طويله. ست فرق يعني فيها كل حاجه لحد اخر لحظه يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب بكره. لسه الموضوع لسه كبير لسه, وفي نتائج مع بعض المنتخبات في نتائج ايجابيه وسلبيه بترفع وتنزل. فالحسابات لازم برضو توصلوا والرؤيه دي للجمهور. التصفيات طويله, وفي نفس الوقت المباراه النهارده انا اتكلمت مع لعيبه طبعا, وده احدى المباريات المنتخب بتاع او الماتش بكره مع بوركينا فاسو. هو كل تركيزنا فيه هو تصفيات كاس العالم كلها في المباراه دي. لما نخلص منها ما فيش في التصفيات لكاس العالم غير غينيا. فده حساباتنا واللعيبه محترفين وفاهمين الكلام اللي انا بقوله. لكن افكر في واحده واثنين لكن ده اللي انا كنت عايز اوصله, ان منتخب بوركينا من منتخبات المنافسه معانا في المجموعه مش لوحده. انا عندي اربع حراس مرمى جاهزين وعندي ثقه فيهم كلهم صدقني. من كتر من اللعيبه في منافسه قويه انا شايف لحد النهارده لحد دلوقتي يعني الرؤيه موجوده والله كل عندي ثقه فيهم. فان شاء الله اللي هيبدا بكره والجاهز ان شاء الله قاعد على الدكه الاثنين زي بعض, لان اختياراتنا هيبقى اثنين طبعا. لكن ان شاء الله اللعيبه هتبقى جاهزه وانا عندي ثقه فيهم. وفي ثلاث حراس مرمى فعلا في السكور شيت يعني ثلاث حراس في السكور شيت بتاع المباراه يعني الثلاثه هيبقوا جاهزين, والرابع اللي قاعد في المدرج او قاعد بره برضه جاهز بروحه. فانا ما تقلقش. والاثنين اي واحد هيبدا هو حارس مرمى مصر وبيحرس مصر يعني ان شاء الله. يعني بقول للجمهور المصري يعني والشعب المصري يعني خليه سعداء بالمجموعه اللي موجوده اللعيبه اللي معايا بامانه.
يعني من احسن الفترات اللي اشتغلت فيها مع مجموعه لعيبه روح عاليه جدا جدا، ومفيش واحد باين ولا هو نجم ولا هو اهم من التاني، الكلام ده مش موجود. فعشان كده الروح دي، هو دي الروح، مش الروح ان احنا يلا نجري، لا، هو الروح ان انت تحس بالمسؤوليه. فانا شايف اللعيبه من خلال ان هي احساسهم بالمسؤوليه هي دي الروح، ده اللي انا مستني بعد توفيق ربنا. مش فاضل غير اثناء المباراه كل واحد اداؤه وهي اللي يكون موفق في ازاي اللعيب او اللعيبه ومجموعه اللعيبه، هو ده اللي ان شاء الله اللي هتبقى ناقصه. لكن انا بطمنك اللعيبه بيا ومن غيري عندهم روح. هو طبعا زي ما في الاول وفي الاخر لو مدرب اجنبي هنا ولا مصري، هي رؤيه فنيه زائد. يعني لو جمعت 100 مليون عشان يحط قائمه المنتخب هتختلف، كلنا نختلف، بس متهيألي من مرات القليله ان يعني الغالبيه هنا تبقى متفق. واحد نفسيا بيحب واحد، بيحب نادي معين، فعايز اللعيب اللي في النادي ده مش موجود، فهي تبقى بقى يعني اهواء، يعني بيحب لعيب او بيحب نادي. لكن لو لقيت الاختلاف المره دي متهيألي هتختلف على واحد ولا اتنين. البركه في ربنا، ثم اللعيبه اللي اخترناهم الموجودين انا عندي ثقه فيهم كتير، وفي نفس الوقت كل الناس اللي بره اللعيبه اللي مش موجوده زي ما انتوا شفتوا بعملي، يعني مفيش حد مش متشاف، كل الناس متشافه وكل الناس متابعها داخل مصر وخارج مصر. اللي انا شايفه حاسه مع خلال وجودي مع اللعيبه المحترمين العظام دول ان الفرصه موجوده، لان هم عندهم الامكانيات اللي تخلي الفرصه حقيقيه. فانا بالطبع يعني انا مش مستني حاجه غير توفيق ربنا بس في الاول، لكن ما عنديش اي مشاكل في اي من الناحيه الفنيه، ما عنديش مشاكل من الناحيه المعنويه والروح اللي موجوده اللعيبه على اعلى مستوى. يمكن من المرات يعني ان شاء الله يا رب تكون هي ده الانطباع اللي انا شايفه هيحصل في بكره ان شاء الله. اللعيبه عندها يعني اصرار كبير جدا كانهم اول مره يلعبوا المنتخب، فمش هنبان ده غير ان يكون اللعيب ربنا موفق كل واحد في من خلال اليوم نفسه في الساعه نفسها والساعه ونص اللي موجودين في الملعب ان شاء الله. لكن اطمن انا كلنا جهاز ولاعبين كلنا عايزين نفرح الشعب المصري بالتحديد في المرحله دي وفي الفتره دي، وفي نفس الوقت عايزين نعدي السلمه دي بتاعت التصفيات مهمه جدا مع منتخب من منتخبات المنافسه في المجموعه. فان شاء الله الثقه في ربنا ثم في اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله. وايا كان الوضع انا قبل المباراه، يعني بقول من قبل المباراه ما تحصل، انا راضي على اللاعبين وراضي على المعسكر وراضي، وزي ما قلت الدعم اللي انا شفته من الانديه اللي انا اخترت منها اللعيبه بشكرهم جدا ان هم ساندونا، ان هم جم في الميعاد 28 وبدانا التمرين 29، فانا بس بشكرهم جدا على المسانده والتعاون، وده طبيعي جدا لان مصلحه مصر وموضوع وطني وقومي زي ما انا قلت. بقالنا كتير بنحضر للماتش، وكابتن حسام والجهاز الفني كله الصراحه بيتعبوا معنا جدا جدا من ساعه ما بدانا من يوم 28. الناس كلها بتشتغل باخلاص، والناس كلها بتحب بلدها، والناس كلها عايز تعمل حاجه للبلد. وبالنسبة للعيبة، اللعيبة كلها بتموت نفسها من أول يوم عشان يفرحوا الشعب المصري، وعشان يفرحونا إن شاء الله بالتأهل تاني لكأس العالم بإذن الله. إن شاء الله يكون البداية من ماتش بوركينا إن شاء الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونعدي إن شاء الله. بعد كده نبص على الماتشات اللي بعدها من أول المعسكر، واللعيبة كلها جاهزة، واللعيبة كلها بتحفظ تعليمات كابتن حسام من اول يوم، من يوم 28 واحنا بادئين بدري، واللعيبة كلها بتحفظ، وكابتن حسام كلهم بيحفظنا على طريقة لعبه. واللعيبة كلها دلوقتي اعتقد ان شاء الله ان احنا جاهزين بكرة كلنا ان شاء الله ان احنا نفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. اي واحد هيلعب هيشيل اسم بلده، وهو اللعيبة كلها تبقى في ظهره. فاحنا اولا مش فارق معنا مين هيلعب، عشان احنا متأكدين اي واحد هيلعب هيشيل اسم بلده. بالنسبة لنا، انت متابع دوري التركي ولا مش متابع؟ ما انا بقالي كتير بلعب. انت انا اتصبت 10 ايام بس، اتصبت 10 ايام ورجعت لعبت نهائي الكاس، ورجعت لعبت طبعا جاهز. انا لو برجلي واحدة في المنتخب هبقى جاهز. اي واحد بيتمنى ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، احنا ما شاء الله 120 مليون،
والواحد كل معسكر بيجي فيه كأنه جاي بيتولد من جديد، مش اللي هو انا جاي عامل حساب ان انا جاي كده كده جاي المنتخب والكلام ده، لا انا كل معسكر ببقى مستني السكواد تنزل عشان بس انا اليوم اجي العب في منتخب مصر حتى لو برجلي واحده. يعني يا اخي انا بحب تريزيجيه ده حب، يقول لك لو برجل واحده العب لمنتخب مصر. على فكره ده مش شعور تريزيجيه بس، ده شعور كل لاعبي منتخب مصر.